اير واجبد واحس في الجبد واوقف في الوضعيه هاي 5 ثواني وارد ارخي. بعدين باجي لموضوع الرقبه، بصير احركها شوي شوي، حركات للخلف، حركات للجانب، يمين شمال، حركه لليمين للشمال، اللي انشط النخاع الشوكي واشد النخاع الشوكي كمان لانه جزء اساسي من الاعصاب والجهاز العصبي. خلصت الرقبه في هاي الحاله، بادي الايدين هاي لورا وبعمل الحركه هذه فقط مع شهيق وزفير، شهيق وزفير. وانا قاعد نفس الموضوع، اجر على اجر، حركة بسيطة، بظلني ابدل لمدة دقيقة دقيقتين، بعمل الحركات هذه. بعدين بجيب بشكير وانا قاعد، بقعد مستقيم، بحط بالطريقة هاي وبرفع برفع برفع، بحس بالشد اللي جاي من اسفل الرجلين، من العصب، من العضلات، وواقف في الوضعية هذه 5 ثواني وبرد ارجع، وبروح على الاجر الثانية ونفس العملية، برفع 5 ثواني وبرد ارجع. اذا بدي انشط كمان وانا قاعد نفس الشيء، بحط اجر على اجر، برفع راسي هيك لفوق، بكون ظهري مستقيم، وبعمل عملية اهتزازات بسيطة شوي شوي على الاجر الشمال، بعدين بنتقل، بحط اجري على شيء وبصير اعمل الاهتزازات هذه شوي 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 على الخفيف لمدة دقيقة. الاجر الثاني نفس الشيء، برد بعمل اهتزازات هذه شوي 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 دقيقة، بعدين بوقف وهادي وبعمل الحركة هذه 10 مرات قد ما اقدر، اللي اجبد حالي لورا، انشط الاعصاب، اخفف الضغط على النخاع الشوكي، ارجع الفقرات والغضاري في وضعها الطبيعي. بعمل بحط ايدي بالطريقة هاي، وبعمل على اليمين على الشمال، على اليمين على الشمال، وانا واقف برفع ايدي لفوق وبخلي ايدي في الوضعية هاي لمدة 5 ثواني 10 ثواني قد ما اتحمل، وبرد بنزل لتحت، بحط ايدي لورا وبمسك اول شيء الكتف اليمين وبعدين الكتف الشمال، بعدين بخلي ايدي بالطريقة هاي وبرفع راسي لفوق وايدي لورا وبثبت في الوضعية هذه لمدة 5 ثواني، بعدين برجع ايدي بالطريقة هاي نفس المبدأ، وبصير مرة